السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أصدقائي، كيف حالكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله لقد أحضرت لكم تطبيق رهيب جدا. هذا التطبيق سوف يمكنكم من تحويل النصوص إلى تسجيل صوتي، كأنه معلق صوتي احترافي يقوم بقراءة مقالات في فيديوهات اليوتيوب كمعلق قناة هل تعلم وقنوات أخرى ثقافية. إذا كنت مهتم أخي بهذا الدرس، لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بنفس المحتوى. أترككم مع الانترو القناة ونعود إلى الشرح مباشرة. لنبدأ على بركة الله، نقوم بالدخول بهذا الشكل، ننتظر قليلا حتى يتم فتح التطبيق. بالنسبة لهذا التطبيق فهو مجاني ولا توجد أي مشكلة في حقوق الطبع والنشر أو أي مشكلة أخرى، فقط استخدمه في قناتك ولا تخف من أي شيء. عندما تقوم بالدخول إلى التطبيق سوف يظهر معك بهذه الواجهة، لكن سوف يكون باللغة الإنجليزية. عليك فقط الضغط على هذه الأيقونة هنا في الأسفل جانب زر التشغيل بهذا الشكل، ثم قم باختيار اللغة المناسبة لك. يمكنك اختيار لغات كثيرة، فأنا سوف أستخدم اللغة العربية. ثم قم باختيار المعلق الصوتي المناسب لك، يوجد ليلى أنثى وماجد وطارق، يمكنك اختيار أي أحد من هذه المعلقين. قم باختياره بهذا الشكل، ثم قم بكتابة النص الذي تريده هنا، ثم ارجع من هذا السهم هنا وقم بالضغط على زر تشغيل. السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في قناة عبد الواحد لايت. وبهذه الطريقة يمكنك تحويل أي نص إلى تسجيل صوتي بضغطة زر واحدة وبدون أي مشاكل. بالنسبة لطريقة حفظ هذا التسجيل، عليك فقط الضغط على هذا الزر هنا الذي يوجد وسطه سهم، قم بالضغط عليه، ثم قم بالضغط على سيف، وقم بكتابة أي شيء تريده للتسجيل الصوتي، ثم اضغط سيف، وسوف يتم حفظ التسجيل الصوتي في هاتفك بدون أي مشاكل. أتمنى أن يعجبكم هذا الدرس، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.